بسم الله الرحمن الرحيم. حل لتمارين كتاب المواصر للوحدة السابعة للصف الثالث الابتدائي الترم الثاني. كتاب المواصر حل التمارين بتاعته اللي هو الواجب المنزلي. صفحة المكتب المواصر هيبقى صفحة 70 71 72. Activities on Unit 7 هنا نشاطات وتمارين على الوحدة السابعة. السؤال الأول هو مديني حرف تي اي وسايب فراغين، يبقى عايز طول طويل يبقى هكتب ال. السؤال الثاني اوف اللي هو يغلق او يطفئ الجهاز او المصباح، هنا او سايب فراغات هنا هكتب اوف اف اف. السؤال الثالث دريس فستان، يبقى دي ار اي هكتب اس اس في الاخر اس اس. بوليس اوفيسر سايب فراغات يبقى هكتب اف اف. يبقى طول الاولى هتبقى هكتب ال ال، الثانية هكتب اف اف، الثالثة هكتب اس اس، الرابعة هكتب اف اف او دبل اف. السؤال الثاني هو مديني ثلاث كلمات اللي هي طول طويل ماتش، دي بتيجي بمعنى كثير او ما تيجي معها بتبقى كم الثمن، ويورز اللي هي عملة اليورو. وسيفرات اول واحدة هاو سبيس از ات، هاو ماتش از ات، يبقى هختار هاو ماتش. الثاني اتس فور 220 يوروز، ب 220 يورو. How much is it؟ كم سعرها؟ It's for 220 يوروز، ب 220 يورو أو 20 يوروز. It's for 220 يوروز أو it's for 220 يوروز. 20 ممكن أقول 20 أو 20. هنا اختيارات، هنا صورة إيه، هاوس ولا سكول؟ هنا كاتب مدرسة يبقى سكول. تاني جايب هنا صورة فلافل وصورة فول، والفول والفلافل باخدهم على وجبة البريكفاست افطار ولا لانش الغداء على البريكفاست. يبقى الإجابة الأولى سكول، الثانية بريكفاست، الثالث ديت صورة بيل ولا دريس، بيل يعني جرس ودريس يعني فستان، فأنا هختار بيل. ده علم مين؟ ده علم فرانس ولا ايجيبت؟ فرانس فرنسا ولا ايجيبت مصر؟ ده طبعا علم مصر ايجيبت. يبقى سكول بريكفاست بيل ايجيبت. الصفحة التانية المقابلة هنا مديني حروف مش مرتبة وانا هرتبها. الصورة الأولى صورة فول، كاتب اف ال يو هتبقى اف يو ال فول فول. الصورة الثانية صورة القهوة كوفي هنكتبها بالشكل الصحيح اللي هي سي او اف اف كوفي، سي او اف اف اي اي، نوضح هنا الاي اي، سي او اف اف اي اي. الثالث اللي هي نودلز اللي هي نوع من انواع المكرونه اللي هي الاندومي، ديت نودلز هتبقى مش كاتب ليه، هتبقى ان او او دي ال اي اس، نودلز ان او او دي ال اي اس. بعد كده سؤال الاختيارات، اول سؤال هي اتس هو بياكل، ايه اللي ينفع يتاكل؟ هل هو الميلك ولا الهوت شوكليت ولا الفلافل؟ طبعا فلافل طعميه او فلافل. Where are you؟ Where are you من أي بلد أنت؟ وهنا الإجابة I am from France، يبقى أكيد Where are you from؟ يبقى from. السؤال الثالث finish ولا feel ولا make؟ School at around 4:30، المدرسة هتبقى finish بتنتهي، feel يشعر ولا make يصنع؟ School at around 4:30 يبقى أكيد finish، يبقى I finish school at around 4:30، أنا بخلص المدرسة الساعة 4:30 تقريبا. She is from China، هي من الصين، طالما هي من الصين يبقى she is American ولا Egyptian ولا Chinese، أكيد هي Chinese. يبقى الإجابة التاني الأولى فلافل، التانية from، التالتة finish، الرابعة Chinese. سؤال بعد كده اللي هو سؤال التوصيل، هنا where are، where I have muffins، he starts school، وفي الاختيار التاني أو العمود الثاني number B، is it for breakfast at 8 o'clock، you from Egyptian. أول واحدة عايز أقول where are من أين بلد أنت، يبقى where are you from، where are you from، يبقى number one في الدي. السؤال الثاني we are عايز أقول نحن مصريين، يبقى we are Egyptian، يبقى الأخيرة خالص يبقى دي number two، يبقى two بالإي و one بالدي. I have muffins، أنا بأكل أو بتناول كعكة إسفنجية أو كعك إسفنجي في for breakfast، يبقى السؤال نمبر بي، يبقى 3 في البي. He started school، هو بيبدا المدرسه الساعه كام؟ يبقى at 8 o'clock، يبقى نمبر 4 هتبقى بالسي، نمبر 4 هتبقى بالسي. يبقى 1 هتبقى بالاي، 2 اسف 1 هتبقى بالدي، و2 هتبقى بالاي،
و 3 هتبقى بي البي و 4 هتبقى بي السي. دي كده صفحة 71، دي صفحة 71. هنخش صفحة 72. صفحة 72 هو طالب مني جملة تحت علم مصر. هنا ممكن أقول كذا حاجة، ممكن أقول I am Egyptian، أنا مصري، أو I am from Egypt زي ما الطالب يوسف حالل، I am from Egypt أنا من مصر. يبقى هنا أقول I am from Egypt أنا من مصر، ممكن أقول I am Egyptian. هنا قال لي $27 $27. يبقى هنا برضو ممكن أقول سؤال how much is it، كم السعر، أو ممكن أقول هي $27 فأقول it's for، بكتب الرقم اللي فوق 27 أو $27. يبقى it's for $27 أو $27 هي بحوالي، هي $27. أو ممكن أقول how much is it، كم ثمنها، هو دي الإجابة. يبقى الصورة الأولى ممكن أقول I am from Egypt أو I am Egyptian. يوسف هنا على الصورة اللي فيها علم مصر يا حبيبي، هات هنا كده. يبقى هنا ممكن أقول I am from Egypt زي ما هو مكتوب I am from Egypt أنا من مصر، ممكن أقول I am Egyptian أنا مصري. هنا برضو تحتمل إجابتين، ممكن أقول how much is it كم سعرها، أو ممكن أقول it's for $27 هي $27. هنا صح وغلط true or false. أول صورة he likes eat muffin، هو يحب أن يتناول كعكة إسفنجية، طبعا صح true. هنا حطت الساعة، هنا الصغير العقرب الصغير على نمبر 9. We finish school at 2، احنا بنخلص المدرسة الساعة 2، وحط عقرب الصغير على ال 9، يبقى كده غلط طبعا، هنا 9 انما هنا كاتب 2، يبقى دي false. Number 3 the police officer rings the bell، ضابط شرطة بيرن الجرس، ده طبعا سؤال خطأ. The police officer rings the bell، ضابط الشرطة يرن الجرس، خطأ. هنا عايز الترقيم، بكتب ال I capital وبكمل عادي خالص، Egyptian برضو الإي تبقى كابيتال كبيرة، وفي الآخر أحط فول ستوب نقطة، وديت الجملة بكتبها زي ما هي عادي خالص مفيش مشكلة. تمام، دي حل تمارين الوحدة السابعة من الصف الثالث الابتدائي من كتاب المعاصر. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.